ازيكم يا محبي الامراج؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن الامراج. النهارده هنتكلم عن موضوع الامراج والانتقام. هنشوف كل برج بيحب ينتقم ازاي وطريقه تفكيره في الانتقام عموما. الامراج والانتقام، حين بيتعلق الامر بالانتقام فاما يتم التخلي عنه والمضي قدما، او يتم التخطيط له وتنفيذه، ويقال بانه افضل انواع الانتقام هي المسامحه، لكنها نظريه مثاليه جدا لا يتمكن تطبيقها سوى قله قليله من البشر. لكل برج شخصيته وطابعه التي تجعل اسلوبه في الانتقام يختلف. فما هو الأسلوب في الانتقام من الذين يقدمون على اللحاق الأذى بك؟ هنشوف دلوقتي انتقام برج الحمل. في حال تم إزعاج الحمل فإن ردة الفعل تكون فورية، وفي حال قرر الحمل الانتقام فإن الآخر لن يعرف ما أصابه. الحمل من الأبراج التي تملك طباعا نارية، ويمكن لها أن تنفجر في أي مكان وأي وقت. البرج ده لن يخطط ولن يفكر بالأمر، بل سيرد مباشرة لأنه بكل بساطة لا يملك الصبر لوضع الخطط. انتقام برج السور، بيتم تشبيه برج السور بالقاتل المتسلل، أي أنه صبور جدا وبيخطط بعناية فائقة، وحين يقرر التصرف فهو يقتل الثور. الثور مخلص ومحب، ولكن في حال قام أحدهم بإثارة غضبه أو خداعه فهو لن يسامح على الإطلاق، وسيخطط وسينتظر، وحين يجد الوقت مناسبا سيضرب وسيحلق بالآخر وسيلحق بالآخر الكثير من الأذى. انتقام برج الجوزاء، الجوزاء ذكي جدا وهيرسل إشارات مختلطة حتى حين يقرر الانتقام، حيث يشعر هذا البرج بأنه تعرض للخيانة أو الأذى وسيتصرف كما لو لم يحصل شيء، لكن الوجه البشوش ذلك مجرد قناع لخداع من قام بخيانته. الجوزاء سيحاول معرفة كل صغيرة وكبيرة عن من يحاول الانتقام منه، ثم سيستعمل هذه المعلومات لتدميره. انتقام برج السرطان، السرطان مزاجي بشكل متطرف، وحين يقرر الانتقام فإن التفكير السليم سيكون شبه معدوم، مدفوع برغبة عمياء لتدمير الآخر. السرطان سيكون عديم الرحمة وسيلحق الأذى والإذلال بالآخر، ولن يندم للحظة واحدة على ما قام به. حب السرطان يمكنه أن يتحول إلى كره في لحظة واحدة، لذلك لا تسيره غضبه إطلاقا. انتقام برج الأسد، غضب الأسد كالتسونامي، لا تحدث كثيرا لكنها حين تحدث فهي تدمر كل شيء، وكما هي حال موجة التسونامي التي تدمر كل شيء حين تندفع المياه نحو اليابسة وحين تنحصر أيضا، كذلك هو الأسد فهو يدمر مرتين بلا رحمة. انتقام برج العذراء، العذراء يعمل وفق مقولة الانتقام طبق يفضل تقديمه باردا، لذلك فهو لا يقوم بأي رد فعل فورية، بل يخطط للمدى البعيد، وحين يظن الآخر بأن العذراء سامحه أو نسى فهو سينزل عليه بانتقامه. انتقام برج الميزان، لا يمكن إثارة غضب الميزان بسهولة، وقد يتطلب الأمر الكثير من الخيانة والأذى لدفعه للانتقام، وفي حالة غضب الميزان فهو لا يسامح على الإطلاق. أسلوبهم في الانتقام لن يتساوى مع الفعل، لأنهم لا يريدون أن يتم جرهم إلى تلك المستويات.
أقصى ما قد يذهب إليه البذان هو جعل الآخر يدرك بأنه ألحق به الأذى. انتقام برج العقرب. العقرب مجرم من العيار الثقيل الذي يستمتع بالانتقام، فهو لا يكتفي بضربة واحدة بل سيعود مرة تلو الأخرى حتى ينهك الآخر ويقضي عليه كليا. انتقامه لن يجعل الآخر يعاني فحسب، بل سيجعله يتمنى لو لم يولد. انتقام العقرب دائما أكبر من الفعل، لأنه في الواقع يستمتع بتعذيب الآخرين. انتقام برج القوس. القوس المرح لا يأخذ الانتقام على محمل الجد. أي شخص يقوم بإهانة القوس أو إلحاق الأذى البسيط به ستتم مسامحته، لكن أي تجاوز لذلك سيجعل القوس يرد بشكل فوري. الرد سيكون سريعا جدا لدرجة أن الآخر لن يعرف ماذا يحصل، كما أنه سيكون بلا رحمة، لكنه على الأقل سيكون انتقاما لمرة واحدة فقط، لأن القوس سيمضي بحياته قدما وسينسى. انتقام برج الجدي. حين يخطط الجدي للانتقام فهو يفضل نفسه عن الواقع، وبالتالي يتعاظم الغضب الذي يشعر به، وهذا الغضب سينفجر وسيدمر كل شيء، لأن الجدي كما يقرر بعقلانية أن يحب يقرر بالطريقة نفسها أن يكره وينتقم. لا يسامح ولا ينظر إلى الخلف، بل يرد بأقصى طريقة ممكنة. انتقام برج الدلو. الدلو بشكل عام يأخذ وقته كاملا حتى لو كان الأمر انتقاما شخصيا. التروي هذا ينطبق على الأذى البسيط، ولكن في حالة كان الأذى الأكبر مما يمكن للدلو احتماله، فحينها سيلغي الآخر كليا من حياته. أسلوب الدلو في الانتقام هو التجاهل الكلي لمن ألحق الأذى به والتعامل معه كما لو أنه غير موجود من الأساس. انتقام برج الحوت. الحوت رغم رومانسيته وحساسيته الفائقة يمكن أن يتحول إلى وحش كاسر. حين يقرر الانتقام، الحساسية التي يتمتع بها الحوت تجعله يلجأ إلى رد الصاع صاعين. الإهانة العلنية للآخر هي أسلوبهم المفضل، وهم رغم ودعتهم يقومون بذلك بقسوة بالغة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو عن انتقام الأبراج وطريقته. لو عجبكم الفيديو ما تحرمونيش من دعمكم ليا باللايك أو الاشتراك أو تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. بحبكم.